سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام من ما تكونوا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومية الصحافة اليوم، مع أن نطالع أبرز ما طالعتنا به بعض الصحف المحلية والعربية من قضايا وعناوين خاصة بالشأن اليمني، وهذه جولة سريعة في أبرز تلك العناوين. البداية من وكالة الثاني من ديسمبر وفيها نقرأ: حقدا على الثورة والجمهورية، استهدافات عسكرية وإعلامية حوثية طالت احتفالات اليمنيين بذكرى 26 من سبتمبر. شباب المقاومة الوطنية، 26 من سبتمبر يوم عتاق الشعب من ظلام الكهنوت. بريطانيا، ثورة 26 من سبتمبر شكلت نقطة تحول في مصير اليمنيين. الغذاء العالمي يعلن وقف المساعدات الشهرية في الجوبة وحريب بسبب التصعيد الحوثي. في وكالة خبر: قتلى وجرحى من المتظاهرين في تعز برصاص القمع الإخوانية. رئيس أركان الجيش اليمني: سنفاجئ الحوثي بضربات لن يتعافى منها. ملاك محطات الوقود يعلنون تعليق العمل في 4 محافظات يمنية محررة، ومجاعة مرتقبة تهدد الملايين. الطلبة اليمنيون المبتعثون في الهند ينفذون وقفة احتجاجية ويهددون بتصعيد متعدد الأوجه. في عدن الغد، مديرية زنجبار في أبين تشهد احتجاجات شعبية منددة بتدهور الأوضاع المعيشية. عصيان مدني ومسيرة جماهيرية حاشدة في مديرية القطن تنديدا بتدهور الوضع المعيشي في حضرموت. رغم قساوتها، تقطيع وتوقيص الأحجار مصدر رزق لشبان الأرياف. في صحيفة الشارع نطالع: تعز عصيان مدني واحتجاجات غاضبة تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية، وقوات الأمن تطلق الرصاص على متظاهرين مزقوا صورة الرئيس هادي. تفاصيل جديدة عن الاستهداف الصاروخي الحوثي لمأرب والمنطقة المستهدفة. الإصلاح يطالب بزيادة 100 ريال على كل إسطوانة غاز منزلي من حصة تعز و4 مديريات في لحج لصالح ميليشياته. ميليشيا الحوثي تواصل تقدمها صوب مديرية الجوبة وتسيطر على عدد من المناطق التابعة لها جنوب مأرب. بريطانيا تدعو الحوثيين إلى التعاطي بجدية مع مفاوضات إيقاف الحرب في اليمن. إلى بعض الصحف العربية الصادرة هذا اليوم وعناوينها الخاصة بالشأن اليمني، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط: هادي يهاجم الحوثيين ويدعو لإفشال مشروعهم الإيراني في اليمن. قال إنها جماعة سلالية تسعى لتمجيد عرق على حساب شعب بأكمله. بريطانيا: سنواصل العمل مع السعودية لإيجاد حل للصراع اليمني. أكدت التزامها المطلق بأمن المنطقة. اليمنيون يتحدون الحوثيين ويحيون ذكرى ثورة 26 من سبتمبر. بن عزيز أكد أن مأرب ستقضي على الميليشيا ومشروعها. وزير الكهرباء اليمني: منحة الوقود السعودية لجمت التدهور الاقتصادي. وأخيرا من البيان الإماراتية: اليمن تشغيل أول محطة لتوليد الكهرباء من المخلفات. تحت عنوان ثورة 26 من سبتمبر وجمهورية 26 من سبتمبر، كتب الدكتور متعب بازياد: إن حركة الأحرار اليمنيين التي تزعمها الشهيد الزبيري والأستاذ النعمان ورفاقهما لم توقظ الشعب من غفلته فحسب، بل إنها نظمت طوفانه وضبطت بوصلة غضبه نحو فكرة الاستبداد وبذرة الاستعباد ولعنة الاصطفاء المزعوم. لذا كان ثورة اليمن على غير نظير لها في عالمنا العربي ومحيطنا الإقليمي وتاريخنا المعاصر، أشبه ما تكون بثورة أوروبا على سدنة الكنيسة وتهريج القديسين. قدمت جمهورية سبتمبر لليمن واليمنيين الكثير من الإنجازات في التعليم والثقافة والصحة والطرق والاتصال، في تطوير بنية المجتمع وغرس قيم المساواة والمواطنة المتساوية، الإعلاء من قيمة الكسب والعمل والسعي والمثابرة، أعادت لليمنيين كرامتهم ولليمن مكانته. ذلك لأنها أرست قواعد جديدة للحكم تدور حول الإنسان حيثما دارت مصالحه وحاجاته وأحلامه وتطلعاته. بها استعاد الشعب حريته وملك إرادته،
يصعد الحاكم من بينهم لا يميزه عنهم إلا ما اكتسبه بنفسه مما هو متاح لهم جميعا، واجترحه بعصاميته لا بزرقة عينيه وجينات أبيه ووصية جده. إن أخطأ فليس بمعصوم، ولا بقاؤه قضاء محتوم. بسبتمبر ظهر اليمنيون في العصر الحديث وكأنهم بعثوا من القبور. لقد شكل عهد الثورة طفرة تطور وقفزة في حياة الشعب اليمني، أدرك اليمن بها ركب الحضارة وتمكن من أدوات الحداثة، وأثبت اليمنيون جدارتهم في مجاراة من سبقهم لفضاء عصر العلم والتمدن. ليس ذلك بعدد الجامعات ولا المعاهد والمؤسسات الثقافية ولا المعامل الصناعية فحسب، بل أسهم رجال اليمن ونوابغه في نتاج فكري وعلمي إنساني وحضور إقليمي ودولي. جمهورية سبتمبر بعقودها الستة سلبتهم بيئة تكاثر فطرهم وتمدد سرطانهم. كان ثالوث الفقر والجهل والمرض حليفهم في كل منازلاتهم، حتى ظهروا أخيرا في نسخة مشوهة منبوذة. لقد تسللوا مؤخرا من شقوق السد الجمهوري ومن اختلاف القوى السياسية والمدنية اليمنية، يستمدون أكسجين رئتهم. في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ شعبنا، علينا أن نستلهم من ثوار سبتمبر وحدتهم وعظيم تضحياتهم والتسامح فيما بينهم. أما الدكتور محمد جميح فقد كتب مقالا تحت عنوان روح سبتمبر في الأرياف والمدن. الظاهرة الشعبية التي شهدتها مدن وقرى وبوادي اليمن بإيقاد شعلة سبتمبر كانت مثيرة. تجمعات صغيرة في القرى، حشود في المدن، أصوات هادرة ترتفع هاتفة تحيا الجمهورية اليمنية. واليوم رغم الجرح الوطني، رغم عودة الإماميين إلى صنعاء، يخرج اليمنيون يهتفون لسبتمبر حتى في مناطق يسيطر عليها الحوثيون، الذين تجاوب بعضهم على مضض مع التوجه الجماهيري لأهداف في نفس الكهنة الجدد. سقوط عاصمة الجمهورية في يد قوى تتزعمها عمائم وأفكار ما قبل 1962 أحدث خضة وجدانية عميقة في الوجدان الوطني. تبجح الإماميين الجدد بالسيطرة على رموز الجمهورية في القصور الرئاسية والدوائر الحكومية والسيطرة على ميدان السبعين وتخصيص نصب أهداف سبتمبر الستة لدفن قتلاهم، وجه إهانة لكبرياء اليمنيين. التشبث بسبتمبر يعني يقظة اليمنيين لألاعيب الإمامة الكهنوتية مهما تزيت بثوب الجمهورية، كما فعل قادتها في نهاية الستينيات من القرن الماضي. انظروا إلى تعز اليوم، تهتف للجمهورية، تلوح بالعلم، تعز مدينة الثورة، وهي التي تجلس الجمهورية على عرش صنعاء. وبما أن صنعاء مختطفة من قبل عصابة الإمامة، فإن تعز اليوم تحمل مشعل الثورة وراية الجمهورية إلى أن تصل إلى صنعاء. والبارحة توشت مأرب بالزي سبتمبر، واليوم يرسل لها الحوثيون عددا من الصواريخ البالستية لمعاقبتها ولإفساد فرحة أهل الجمهورية بسبتمبر. امتحن الإماميين بسبتمبر هو النار التي تبين الصفر من النحاس، تكشف الإمامية من الجمهورية وتفضح تقية الحوثيين. أعرضوا الإماميين الجدد على نار سبتمبر، وسترون كل كهنة السلالة يتساقطون في ناره، كاشفين عن جمجمة الطاغية أحمد بن يحيى المختبئة تحت وشاح علم الجمهورية الذي لم يرفعه عبد الملك الحوثي طول تاريخه وتاريخ أجداده إلا قبل سنوات معدودة بعد أن سيطر على صنعاء. لن تخدعونا ولو طليتم ذقونكم ولحاكم بألوان العلم الجمهورية، لن تخدعون ولو انتشتم بسبتمبركم المزور عن سبتمبر 1962. ونحن ما نزال وشعبنا بأسره يحتفل بالذكرى 59 لثورة 26 من سبتمبر المجيد، ظهرت كثيرة من الخطابات السياسية للقوى السياسية وأيضا للقوى العسكرية على الأرض. ربما القاسم المشترك فيها جميعا أنها دعت إلى التوحد في صف واحد ضد العدو الواحد المشترك، وهي ميليشيات الحوثي. الحديث أكثر عن ما بين صدور تلك الخطابات السياسية لكل القوى السياسية، سرنا أن يكون ضيفي الأستاذ عبد الكريم المدي، الصحفي والكاتب السياسي وأيضا القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام. أهلا بك أستاذ عبد الكريم.
تحية لك أخي نايف والمشاهد الكريم، وكل عام والجميع بألف خير وعافية. وأيضا سينضم إلينا الأستاذ صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. أستاذ عبد الكريم، كيف ربما ما هي قراءتك للخطابات للقوى السياسية جميعها وحتى لقيادات القوى العسكرية على الأرض؟ الواقع يقول بأن القيادات السياسية والقيادات العسكرية المؤمنة بثورة 26 سبتمبر اليوم توصل رسالة مهمة وتجدد الرسالة والعهد والوفاء للثورة والعهد والوفاء للشعب اليمني بأنه التمسك بأهداف ثورة 26 سبتمبر ومشروع الدفاع عنها ومشروعها أيضا، هذا هو مبدأ ثابت وثابت من الثوابت الوطنية التي لا يمكن أن يتزحزح حيالها قيد أن ملا أي قائد يمني وأي مواطن يمني وأي إنسان يمني حر يؤمن بهذه الثورة ويؤمن بالحرية والكرامة. علينا هنا أن نعود لخطاب العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي، الذي ألقى خطاب مهم جدا يوم أمس أمام مجموعة من خريجي الوحدات الخاصة المهام الخاصة، وهي رسالة موجهة من خلالهم للشعب اليمني وللأحرار وموجهة لكل من يؤمن بثورة 26 سبتمبر بأنه هذه الثورة هي مصير كل يمني، وهذه هي الراية التي ترفعها المقاومة الوطنية والقوات المشتركة في الساحل الغربي، وعلى أنه ميليشيات، وفضح أيضا ميليشيات الحوثية ولاعبها وخططها، وتحدث أيضا عن اتفاقية ستوكهولم، وتحدث أيضا على أن ميليشيات الحوثية نبتة شيطانية إيرانية نبتت من إيران وصدرت من إيران وتعلمت على أيدي ملالي إيران والخمينية، وهذا ما يتعارض مع ثورة 26 سبتمبر. وميليشيات الحوثية مثل ما تفضلت في قراءة المقالة السابقة بأنه هي كذابة أساسا ميليشيات الحوثية، ولا تؤمن بالثورة ولا تؤمن بسبتمبر ولا تؤمن بالحرية بقدر ما تؤمن بالعنصرية. ولذلك أنا في تصوري بأن الخطابات التي سمعناها خلال الأيام الماضية من قيادات عسكرية وقيادات مدنية ونشطاء وسياسيين وإعلاميين ووجهاء ومشايخ، هذه بالفعل مهمة جدا وتؤكد بأن واحدية الثورة بالنسبة لكل الشعب، لكل أبناء الشعب اليمني، بأنها واحدة وهدفها واحد وبأنها قيمة وقامة بالنسبة لأبناء اليمن جميعا وليست استثناء لهذا الطرف أو ذاك. وما يهمنا جميعا هو أنه تتوحد كل الجهود في الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر التي تستبد بها ميليشيات الحوثية اليوم وتزيفها وتزورها وتستغلها منبر من خلال تقتل من خلالها أبناء شعبنا اليمني. وما حدث خلال الأيام الماضية من مذابح جماعية في ميدان السبعين وفي ميدان التحرير في ميدان التحرير ليؤكد بأن ميليشيات الحوثية تستعدي الثورة اليمنية وتستعدي رمزية ميدان علي عبد المغني ورمزية ميدان التحرير وتستعدي أيضا هذا الشهر المبارك بالنسبة لنا كيمنيين، شهر الجمهورية وشهر الحرية وشهر الأبطال الذين صنعوا لنا من خلاله مجدا جديدا وأستعادوا من خلاله صباحات اليمنيين وصباحات حريهم وحريتهم وتاريخهم وحضارتهم. أنا في تصوري بأن الخطابات التي سمعناها خلال الأيام الماضية بالفعل هذه لبنى مهمة جدا تضاف إلى لبنات الجمهوريين وإلى أيضا الرصيد النضالي لأبناء اليمن الذين يقاتلون ميليشيات الحوثية في كل مكان، وهي دعوة هامة أيضا بأن نستحث الخطى جميعا وأن نقاتل عن ثورة 26 سبتمبر التي هي ملك لنا وحق لنا والتي هي نافذة بالنسبة لنا كيمنيين ونافذة أيضا للمستقبل، نستطيع من خلالها أن نخطو خطوات متقدمة جدا للأمام وننافس الأمم الأخرى في التنمية والتعليم والصحة والحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة والمساواة الاجتماعية. جميل، نشرك معنا ايضا الاستاذ صالح الحميدي وكيل وزاره الاعلام. اهلا بك استاذ صالح. اهلا وسهلا بك حبيبي. اذا بمناسبه الذكرى 59 لثوره 26 من سبتمبر، خرجت معظم القوى السياسيه وحتى العسكريه بخطابات، انت كيف قراتها؟ كيف وجدتها؟ ما الذي قرات بين سطورها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه انه لاول مره اشعر بتلك الفرحه الكبيره التي يعني كرهها الشعب بعيدا عن المواقف الرسميه، للاسف المواقف الرسميه يعني وانا انتمي للحكومه لم تكن في مستوى الفرحه التي يعني قدمها الشعب اليمني، كان ذلك في الداخل والخارج يعني صوره جماليه تؤكد بالناس اتفقت في الداخل والخارج بان خلود يعني الابدي تمام. الشعب اليوم قدم صوره يعني يجب ان تستمر وان تؤكد ان الثوره مستمره، ثوره سبتمبر ليست مكرره ثوره، دي شيء تغلغل داخلنا، وبالتالي الفرحه التي رايناها في كل الناس
لكن لن نتخلى عن هذه الثورة على منطقة العصابات التي تحاول تشويه. يعني أستاذ صالح الحميدي، يبدو أن الصوت لا يصل إلينا بشكل جيد، سنعاود الاتصال بك مجددا ربما لإصلاح الخلل الفني الحاصل. لكن أعود إليك أستاذ عبد الكريم المدي، كل القوى السياسية أجمعت على ربما ضرورة وحدة الصف وما إلى ذلك، ترى ما الذي يعيق إذن وحدة الصف اليوم من أجل القضاء على هذه الميليشيات الخبيثة السرطان الكامن في جسم اليمن المعاصر؟ يعيق وحدة الصف أصحاب المصالح، أصحاب الدكاكين، أصحاب الشركات، أصحاب يعني ثقافة الحقد والكراهية، للأسف الشديد أقولها هنا. ولذلك من يحمل في قلبه ذرة انتماء لليمن وإيمان بثورة 26 سبتمبر وبالشعب اليمني الذي يقتل اليوم على أيدي ميليشيات الحوثية تجويعا وقهرا وقتلا وإعدامات في الساحات والميادين العامة، من يؤمن بهذه القيم ويؤمن بشرع الله ودين الله والديمقراطية والحرية والعدالة عليه أن ينتمي لثورة 26 سبتمبر ويترك الخلافات الجانبية. سمعنا أمس خطاب مهم جدا، خطاب تاريخي للأمانة للعميد طارق صالح، خطاب مهم جدا يكرر كل يوم تقريبا، نمد أيدينا للجميع ونقاتل ميليشيات الحوثية وهدفنا هو العاصمة صنعاء لا للمعارك الجانبية. من يسمع، من يعي، من يدرك، من يحترم مشاعر اليمنيين أيضا، الخطابات هذه والمبادئ هذه والثوابت هذه والمشروع هذا أيضا الذي نشاهده كل يوم يا أخي في الساحل الغربي، نتمنى بأن يكون نموذج للبقية. لا نقول هنا بلغة استعلاء ولا بلغة تفرد ولا، نحن أبناء وطن واحد. الميليشيات الحوثية لا تستثني أحد يا أخي، تستفرط بالجبهات جبهة تلو الأخرى، بالقيادة قائدا تلو الآخر، بالمشايخ شيخ تلو الآخر، بالمحافظات، بالإنسان، بالتنمية، حتى على مستوى مشاريعها التي تمارسها فيما يخص العقيدة الدينية، تنتقل من محطة إلى أخرى، من محطة إلى أخرى، من موقف إلى موقف، من حركة إلى حركة، من تصرف إلى تصرف، من نهج إلى نهج. لذلك علينا أن نستفيد، الكل تضرر من ميليشيات الحوثية، والكل يعني هدف لميليشيات الحوثية. ميليشيات الحوثية اليوم يا سيدي الكريم تقتل حتى من عمل معها، بالله عليك على ماذا نعول؟ على ماذا نراهن؟ ما هو المشروع البديل من غير يعني مشروع بديل لتوحدنا؟ ما هو المشروع؟ المشروع هو تشتت، المشروع هو فراغ، المشروع هو يعني ترك المساحة لميليشيات الحوثية. ولذلك أنا أتمنى هنا وأخاطب كل يمني، أخاطب كل قائد، أخاطب كل حزبي، أخاطب كل إعلامي، أخاطب كل شيخ، ثورة 26 سبتمبر تجمعنا. إذا فرقتنا المصالح وفرقتنا الحزبية وفرقتنا الإيديولوجيات وفرقتنا الخلافة منذ العام 2011 يكفي، إلى هنا يكفي. علينا أن نتوحد، علينا أن ندرك بأن خصمنا عنصري قاتل طائفي لا ينتمي لهذا العصر ولا ينتمي لليمن بهوى وهوية وإيمان وتعايش ومحبة وسلام. طالما قلنا يا أخي نطلب السلام، نريد السلام، ندعم أيضا في تحركات المندوب الأممي، تحركات المندوب الأمريكي، البيانات الدولية، لكن مع من نتعامل؟ نحن للأسف نتعامل مع جماعة الحوثي تأخذ هذه الرسائل، رسائل السلام وما إلى ذلك، وتترجمها على أنها نقاط ضعف في المعسكر المناوي، ولذلك تصاعد عسكريا. تراجعنا يا أخي، يا أخي نايف، تراجعنا عسكريا بسبب السياسات، وهذا من المؤسف للغاية. أعود إليك، لكن أعود إلى الأستاذ صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام، وأتمنى هذه المرة أن يكون الصوت واضحا. أستاذ صالح، كنت قد سألتك على أن ثورة 26 من سبتمبر قد وحدت كل اليمنيين، الجماهير اليوم ربما ستتجاوز القوى السياسية في توحدها إن لم تمضي هذه القوى في توحيد صفها. سمعنا ربما خطابات رنانة وجميلة تدعو إلى وحدة الصف، لكن ما الذي يعيق وحدة الصف اليوم من أجل القضاء على ميليشيات الحوثي عدو الجميع؟ أشكر الأخ العزيز الحبيب عبد الكريم المدي لأنه قال ما يجب أن يقال. علينا أن نكون اليوم صفا واحدا. اليوم أنا في القاهرة ورأيت في محافظات اليمن بشكل عام بما فيها صنعاء ثورة 26 سبتمبر هي اليمن الكبير،
ثورة 26 سبتمبر هي 14 اكتوبر هي 30 نوفمبر هي 22 مايو هي كل الثورات الثورة الأم، وبالتالي تجسدت الأفراح هنا في القاهرة وفي السعودية وفي حيثنا وجد اليمنيين أفراحهم علت ووصلت إلى عنان السماء، وهذا تأكيد إننا ما زلنا موحدين وإن مثل هذه الاحتفالات هي من تثبت أو تؤكد بأن اليمني الأصيل هو من يقطع ثورته، وإن تلك العصابة الدخيلة الفارسية المجوسية حتما ستنتهي مهما تكبرت ومهما حاولت أن يعني تسيطر على بعض المناطق أو بعض الأماكن، لكنها لن تستطيع الوقوف أمام ثورة الشعب اليمني. الشعب اليمني سيدافع عن اليمن من خلال ثورة 26 سبتمبر. لذلك أنا أعتقد أن الشارع تجاوز السلطة التي ينتمي إليها للأسف أو الحكومة، تجاوز الأحزاب بما فيها الحزب الاشتراكي اليمني الذي أنتمي إليه. هذه الأحزاب اليوم تجاوزتها هذه الجماهير التي رسمت لوحة يعني تؤكد بأننا قادرين على هزيمة هذا المشروع إن وجدت حكومة قادرة أو سلطة حقيقية قادرة على يعني التقاط اللحظة وتوحيدنا من جديد في خندق واحد ضد عدو واحد وهو الحوثي الذي يحاول أن يستغل تشتتنا لكي ينفذ أجندة خارجية ذات يعني فارسية. أستاذ صالح ابقى معنا أيضا إلى محور آخر هو اليوم أشعل الصحف، وهو الأحداث التي تحصل في محافظة تعز وأيضا في محافظات أخرى محررة. هناك غليان شعبي نتيجة الأوضاع المعيشية التي تزداد سوءا يوما تلو آخر للأسف الشديد. أستاذ عبد الكريم المدي، ما الذي يمكن أن نصف ما يحصل الآن في حضرموت، في أبين، في تعز، في كل هذه المحافظات من حراك شعبي ضد ربما معيشة وسوء معيشة وسوء خدمات وكل هذه الأمور؟ وثني أولا على كلام الأخي الوكيل صالح الحميدي فيما يخص يا أخي الغليان في تعز، تخيل يعني يصل الدولار 1250 أو 1300، تخيل يعني الحبة الدجاج بعشرة ألف ريال، لا معاشات، لا حياة، لا كرامة، لا أمن، لا استقرار، لا تجارة. النموذج المقدم في تعز إحنا عندما ننتقد لأجل الإصلاح، الشارع اليوم يخرج إلى يعني المواطن يخرج للشارع اليوم، يعني أستطيع أقول الشارع التعزي كله الآن خرج يعني رافض لهذه السياسة، والإنسان يا أخي الجوع كافر، المواطنون الآن في تعز بوضع صعب جدا في كثير من المناطق المحررة، لا نخصصها لتعز فقط، بس ربما أن تعز أيضا هناك جزئية أخرى وهي مسألة الانفلات الأمني ومسألة استباحة كرامة الناس وقتل الناس مثل ما حصل لبيت الحريق مثلا، وهذا يعني هي حادثة من عشرات ومئات الحوادث. ولذلك أنا في تصوري بأنه أداء الحكومة يا أخي في تعز مخزي، أداء المحور معيب، لا يشرفكم في المحور في تعز أن يكون الأداء بهذه الطريقة. إحنا حينما ننصحكم ننصح بأنه تعز عاصمة الثورة، تعز وهج الثورة السبتمبرية، تعز المدنية، تعز الثقافة، تعز الشعر، تعز الفن، تعز الفضول، تعز أيوب، تعز يعني. ولذلك ما يحصل في تعز الآن من ثورة عارمة من قبل الشارع قوبلت بالقتل يا أخي العزيز، خرجوا لهم بالرصاص الحي يعني بصورة وحشية، بصورة يعني ما هو المشروع الذي يمكن أن تقدمه قيادات السلطة في تعز؟ أنا أقصد هنا القيادة السياسية إنجاز التعبير، يعني حزب الإصلاح مسيطر على تعز، نقولها بالفم المليان، حزب الإصلاح مسيطر على تعز، ما هي الرسالة؟ ما هو المشروع؟ ما هي الرؤية؟ ما هي الاستراتيجية؟ إلى أين تريدون الذهاب بالناس؟ ما هي السياسة التي ممكن تمرروا من خلالها يعني أجندتكم؟ وإلى أين ممكن يكون المآل؟ الوضع صعب، الحياة صعبة، الناس يعني ضاقت بهم الأرض، لم يعد هناك متسع في الواقع. هذه التساؤلات أستاذ عبد الكريم المادة التي تطرحها دعني أنقلها أيضا إلى ضيفي عبر الهاتف المحامي علي أصراري الناشط الحقوقي من تعز. أهلا بك أستاذ علي. أسعد الله بالخير أوقاتكم السلام عليكم وعام جميعكم. وأنت الأقرب، ما الذي يحصل في تعز بالضبط؟ شكرا لقناة الجمال. ما الذي يحصل
كنا كثيرا في لقاءات متنوعه وفي قنوات تشعر بان على القياده السياسيه وعلى كل من يحصل فعل سواء الاسلام سواء المتمردين سواء كانوا دليل استمرار بان يحضروا غضب الشارع وان يحضروا ابناء محافظه تعز. هنا يحدث في محافظه تعز هو استغلال من الجميع، الجميع قدم الناس. ننام على سعر ونصنع على سعر الاوضاع السينيه الاقتصاديه بحث الامور يعني الان في فوات مصباح. لا يمكن ان يصبر الشعب او ابناء تعز لا مثل هذه الممارسات. هناك تطلب من ممن هم مسؤولين على هذه المسؤوليه في ثرائهم وفي توجهاتهم وفي ابناءاتهم. استاذ علي الصوت ليس واضحا، فقط اعتذر منك، سنعاود الاتصال بك لاحقا، الصوت ربما هناك اشكاليه فيه ولا نسمعه بشكل جيد. استاذ صالح الحميدي، الان ربما ما هو حاصل في تعز وايضا في مناطق اخرى يضع كثير من التساؤلات على الدور الحكومي، انت وانت جزء من الحكومه الشرعيه، كيف هي المعالجات، كيف هي الحلول الطارئه التي يجب ان تقدم الان؟ اولا يجب ان نعترف ان احنا فشلنا وعجزنا ان نلبي ولو الجزء اليسير من مطالب الشعب. الشعب اللي خلق اليوم هو على الحق، الشعب ذاق ذرعا بكل شيء، اوضاعه سيئه، الجوع دافر كما ذكر الزملاء. لذلك نحن قبل ان نبدا المعالجات يجب ان نعترف ان احنا عاجزين او عجزنا عن عمل اي شيء. تمام، وبالتالي الحكومة بحاجة إلى وقفة حقيقية من تستطيع من خلالها أن تضع الأولويات، أولويات يعني الخدمات بالنسبة للناس، تضع أولويات بعيدا عن الكلام يعني المنمق. سنعمل تنفعات، عليها أن تنزل إلى الشارع، عليها أن تبذل العمل، عليها أن تصل إلى قلوب الناس. إذا قلنا أنه الأخبار الهجس الانتقالي اعاق وجود الحكومه في عدن، فما الذي يعيقها في تعز؟ هل ايوه في تيار يعني للاسف هو جزء من السلطه يعمل في تعز عمل يعني سيء جدا، ويجب ان نقف امام هذا العمل وتقول الحكومه عليكم يا اخوان في الاصبح ان تصبروا اوضاع المحافظه اذا اردتم ان يعني تتوقف الناس عن المظاهرات. الناس اليوم امام يعني امام قضيتين. اولا القضيه الاولى التي خرج من الناس يعني الظلم الذي يعني سبب لهم التجمع اليمني للاصلاح او قياده الاصلاح في محافظه تعز، وهذه حقيقه لا يستطيع انكارها. والثاني عجز الحكومه او السلطه المحليه في المحافظه عن عمل شيء، وبالتالي من يتحمل ما يحصل في تعز يجب اولا ان نسميه الحكومة والتجمع اليمني للإصلاح، ثم تبدأ بعد ذلك عملية البحث عن حلول حقيقية، البحث السريع أو حلول سريعة غير واردة حاليا. لكن يجب أن نبدأ من الآن البحث عن حلول جذرية لما يحصل في تعز، ما يحصل في حضرموت. العقد الفرض وعلى الحكومة أن تتحرك بشكل كبير جدا، على الحكومة التي انا عضوا فيها ان تبدا من اليوم عمل غرفه عمليات للتواصل مع الناس والبحث عن يعني الاشياء اليسير من حل مشاكل الناس، يعني خطوه خطوه مع الناس حتى نستطيع ان يعني نحقق لهم ولو جزء يسير من الحياه الكريمه. اصبحت ليس الحياه كريمه، اصبحت مهانه، اصبحت ساعه، اصبحت كارثه. الجوع وصل لكل بيت، رجعت هناك يعني بيت رجل وبيت مريض، اصبحوا الناس بالداخل كلهم في مستوى معيشي واحد وهو سيء جدا، ونحن كمسؤولين موجودين بالخارج ومستوانا المعيشي يعني رفاهيه. أعود إلى ضيفي الأستاذ علي أصراري وأتمنى أن يكون الصوت واضحا هذه المرة. أستاذ علي، هل تسمعني بداية؟ نعم. كنت قد تحدثت عن ما يجري في تعز، أكمل الفكرة.
قلنا بأنه على الدولة استشعار المسؤولية، وعلى من يحسن استشعار المسؤولية، وعلى الجميع أن يتحد وأن يعلم بأن هناك عدو يتنفس في أطراف المدينة، وأن هذه المدينة في مرمى القذائف والخطر الحوثي. فعلينا أن نبتعد تماما عن أي مماحشات وأي تحدي ضحيته المواطن. المواطن أصبح يعاني الأمرين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا. الدولة يجب عليها اتخاذ خطوات عاجلة وبأسرع وقت من أجل إنقاذ الصرف، ومن أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي، ومن أجل تسليم رواتب الموظفين وتسليم رواتب الجيش الذي له أكثر من 9 أشهر دون أن يتسلم راتبا واحدا. يجب أن نبتعد عن المماحشات، يجب أن ننظر إلى حالة المواطن الذي ينام على سعر ويصحو على سعر آخر، الذي لا أصبح عاجزا عن مواجهة هذه متطلبات الحياة البسيطة. يعني سعر الفرصة بريال واحد ريال، وهذه جريمة غير مسبوقة. فعلى الجميع استشعار المسؤولية، وعلى الدولة أن تستعين وأن تثبت أقدامها في اليمن، وأن تكافح وتناضل مع هذا الشعب من أجل الوصول إلى انتصار، يعني تنقذ هذا المواطن. جميل. لكن أستاذ علي، أنا أود أن أسألك أيضا عن الوضع الميداني، ما الذي حصل اليوم في تعز بالضبط؟ هناك مثل المواجهات العسكرية أثناء تحرك المواطن جميع الأصعدة. طبعا في جنوب تعز في جبهة الأقروص، والتي تعتبر هي الممر الذي يوصل المواطنين إلى سن الخضير وإلى الحوضان، هناك مواجهات جديدة إلى هذه اللحظة. وهناك أخبار تتحدث عن أن هناك تقصف محدود أو بسيط للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. أنا لا أسألك عن الجبهات، أسألك عن الوضع، المظاهرات وما حصل من إطلاق نار وما إلى ذلك. وما يخص المظاهرات، الشارع لن يسكت والمواطن لن يسكت، وكما قالوا بأن الرجوع كافر، وعلى السلطة المحلية وعلى الدولة والحكومة أن تقوم بواجبها على أسفل الوضع في إصلاح الوضع الاقتصادي للمواطن، والضرب بيد الحديد على كل من يتلاعب في أسعار العملة سواء الصناديق أو غيرهم. المسلحين الذين خرجوا وبقوا بملابس مدنية وأنفقوا النيران نحو المتظاهرين، يجب التركيز في هذه الواقعة وإعلان النتائج للرأي العام، لأننا لا ندري ما الذي يحدث. هل هؤلاء المسلحين هم من يدير الموقف ويتحكم بالمشهد؟ الأمر خطير على الجميع. أنا لا أعتمد على حياتي ولا على حياة سيدي عندما أشاهد أولئك المسلحين الذين هم في لباس مدني لم يتخذ بالتوقيع إجراءات على السلطة بالتعود عن الجهات الحكومية وعلى القائمين على حكم فعل أن يسارعوا إلى ضبطهم وإيصالهم إلى المحاكمات وإصدار أحكام مشددة عليهم. كلهم يشكلوا خطرا على هذه المدينة المثالية التي تنتظر استقرار الأوضاع الاقتصادية. أشكرك جزيل الشكر جميعاً. شكرا جزيلا الأستاذ علي الصراري، المحامي والناشط الحقوقي، كنت ضيفي من تعز عبر الهاتف، واعتذر ايضا عن رداء في الصوت من المصدر. اعود اليك استاذ عبد الكريم المدي، اليوم ربما كان ملافتا في الامر اشكاليه ان هناك خروج واطلاق نار من قبل اناس يرتدون لباس مدني يطلقوا النار على المتظاهرين، كيف يمكن فهم ذلك؟ هل تتذكر ما حصل في شارع الجامعه اخي نايف والمشاهد الكريم في 2011؟ نفس الطريقه، نفس الطريقه، وكنت اشاهدهم ويشاهدهم غيري طبعا يلبسوا زي مدني ويخرجوا يضربوا على الناس بالأسلحة، نفس الطريقة. هذا هو هذه فلسفة بعض الجهات، فلسفة بعض القيادة للأسف الشديد. أنا لا أعمم ولا أتهم أحدا، ولكن ما يحصل في تعز اليوم من ضرب للمتظاهرين هذه جريمة في الواقع، وجريمة أيضا مضاعفة، لأنه هناك في تقاعس، وهناك في فساد، وهناك في شللية، وهناك في محسوبية، وهناك في يعني تدخلات إيديولوجية في المسألة، وهناك في نهب وسلب، وهناك في تجويع، وهناك في تركيع، وهناك في اختطافات، وهناك في قتل، وهناك في يعني إلى درجة أنه يصير يأخذ واحد ويقتله في السايلة لأنه يعني ما عجبوش حتى، ولا كان فيهم حاجة جيران يعني كانوا مختلفين على مثلا موقف سيارة ولا شيء. ما يحصل في تعز عار، ما يحصل في تعز عار على هذه القلعة، قلعة اليمن الثقافية
وقلعة اليمن التجارية وقلعة اليمن الفنية وقلعة اليمن المدنية، ما يحصل عيب وعار، لا يجب أن يستغفر وتعز بهذه الطريقة. نحن نقول معركتنا هي معركة الحوثي، وعلى أبناء تعز بأن يرفضوا العنصرية ويرفضوا الإيديولوجية الفاسدة التي تحكمهم. الناس يبحثون عن لقمة العيش لكي يحملوا البندقية ويحملوا القلم أيضا لمواجهة ميليشيا الحوثية ويوعوا الناس. ما يحصل في تعز هو فتح المجال لميليشيا الحوثية كي تدخل، ولهذا نحذر أبناء تعز من أن يستمر هذا السيناريو، سيناريو الفساد وسيناريو استغلال يافطة الشرعية لكي يواصلوا الفساد ولكي يفتحوا المجال لميليشيا الحوثية. هذا ما يجري عيب وعار. نحن نأمل هنا ومن خلال القناة ومن خلال كل من يسمعنا الآن ويشاهدنا الآن، نأمل بأنه يتم تلافي الأمور ومحاسبة الفساد ووضع حد للفساد الحاصل في تعز والإيديولوجية ولسيطرة الطرف الواحد. يا أخي تعز أكبر من الإصلاح، تعز أكبر من خالد فاضل، تعز أكبر من سالم، تعز أكبر من المؤدلجين. تعز هذه يجب أن تكون يا أخي في مقدمة الصفوف التي تدافع عن الجمهورية، بدل من أن أصبح أبناؤها اليوم يدافعون عن لقمة العيش ولا واحد روتي ولا يحصل على واحد حبة برامول. هذا لا يشرف أحد، لا يشرف الشرعية ولا يشرف أحد. ولذلك تعز ستثور، تعز مثل ما قامت في 26 سبتمبر وعام 1955 و48 وكانت متنفس ورئة اليمنيين شمالا وجنوبا لإقامة وتحقيق ثورتي 26 سبتمبر ومتنفس اليمنيين في كل الفعاليات الوطنية الكبرى والإنجازات الإعجازية التي حصلت في تاريخ اليمن، كانت تعز إحدى رئاتها. ولذلك تعز اليوم ترفض. أنا أتمنى هنا من إخواني في تعز، أتمنى من أبناء تعز البطلة التي دائما ما نشيد بهم في كل المحافظات التي ننتمي لها، المحافظات الأخرى، أتمنى منهم بأن يضعوا حدا للفساد وأن يقفوا في وجه هذا الفساد وأن يقفوا في وجه الإيديولوجية وما يقوم به ما يسمى بالمحور. وأنا لا لست مختصما مع أحد، ولكني أراقب الأحداث وأقرأ الأحداث ونشاهد ما الذي يحصل على يد المحور في الأراضي، في التربية، في التعليم، في كشوفة الجيش، في التجارة، في شركات الصرفة، وفي القتل أيضا، وفي الاختطافات والإعدامات خارج القانون. هذا ما أتمنى بأنه تصل هذه الرسالة من أجل تعز ومن أجل اليمن. ثوروا ضد الفساد ولتكن رايتكم هي 26 سبتمبر وتحرير اليمن من ميليشيات الحوثية ومن الفاسدين أيضا. أستاذ عبد الكريم المدي، الصحفي والكاتب السياسي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، كنت ضيفي عبر الأقمار الصناعية من القاهرة، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لضيفي عبر الهاتف صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام، كان ضيفنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا له دائما وأبدا. أشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام، لما تكونوا على حسن الإصغاء والمتابعة. غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.